كتير بنلاقي نفسنا واحنا فاتحين الفيسبوك او تويتر او السوشيال ميديا بشكل عام نخبط في اشاعه تبص تلاقيها قلقتنا وخضتنا، او نخبط في خبر ونلاقي نفسنا صدقناه ونفرح بيه وبعد كده نكتشف ان هو كان مجرد اشتغاله. وكم مره تبص تلاقي نفسك على السوشيال ميديا بيقابلك كتير من على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا وثيقه تبص تلاقيها تطلع في الاخر مضروبه او صوره مسيئه وتطلع في الاخر ما هي الا مجرد فوتوشوب. حقيقه تسنيم، وده بيحصل كتير جدا. طيب كم مره تقرا خبر وتصدقه وبعد فتره طويله تكتشف انه كان كذب؟ وكم مره برضو تانيين تلاقي كلام يتحط على لسان ناس وفي الاخر نكتشف ان الناس دي ما قالتش الكلام ده ومظلومه؟ وكم حساب بقى المشاهير بيتضرب ويتكتب عليه اسمهم وبعدين نكتشف انه لواحد تاني؟ ومعلومات كتير صدقناها عن ناس ونزلوا من نظرنا للاسف واتظلموا وبعد كده اكتشفنا ان كل ده كان كذب. هيحتفي على كل ده هتلاقي كام واحد السوشيال ميديا والاخبار المكذوبه للاسف دمرت حياته وطعنت في شرفه وفي سمعته وكل ده كان مش مظبوط. وكام خبر موت ناس، وكام خبر شهر ناس وهي ما تستاهلش، وكام خبر رفع ناس للسماء، وكام في المقابل خبر هتلاقيه نزل ناس لسابع أرض، وفي الآخر يطلع كل ده فيك ومش حقيقي. حقيقي فعلا يا تسنيم، المجتمعات والعالم كله بعد ما انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي أصيب بحاجة اسمها حمى الإشاعات والأخبار المزيفة، وبقى من الصعب جدا تعرف الخبر الصحيح من الخبر المزيف، والمصدر الموثوق بقى حاجة كده من الخيال. صعب تلاقي حد حيادي في نقل الخبر أو بيقول الحقيقة بشفافية.